سفارت دمرای کن که سومالی آورده در درجلین تمشاری یاد لغو هرمری نیاد قلها ودن که سیدای هرای او حسین ایا سفیر کمرای کن که او فریا سومالی وحی کلان لقعتی شرکت ها کشق یا وحصار کدال که سیدا بیرها حالها یا کلون که مهم دکلان که وحی وها این لسک حال ورستو شرکی ای وقایب جلند دال که دبی کاسیو لغو صابندیگی وحصار که ودمای سومالی کجرتو. سفير كمرايكان كأوفرية سوماليا دونات يماماتو ايا يري حقتا كلا وحاي تهي إنا اندفاعنو وحصوصار كسوماليا وقاركا عديان عرقنا موسك سوماليا أما كلونكا مر ربنا إن دبلوسيو هجاجيو أو أي كي مادان ودمدا كلا وحان ربنا إنان عرقنا وحصوصار كسوماليا أي لاذهي شاقاد عن هلكني وجوغننا واهو بنت التاسي وحان أمالينا يا إن ودمدا أوتان أي كلوغ ليهين مالجلينتي تاغيري دا سوماليا وحان أمالينا يا USA إنا يتهي ودنك كليا وحانا أباهن نهي إنا نعرقنا فائدة دا سوماليا حقيق دي إنت أمجوغنو معاش وحان ربنا إنا نعرقنو هرمرين تا سوماليا إسي دا إسكوفي دينا يسوط When you get richer, then you start to look at America. مرك اللقى يمادو هذا الكسفير كمريكان كوفر ديو سوماليا وحامضة شكاها اللي معمولها شركة دقيل أو كشقي سهر مرين تبارها يحولها محمد نور وحاونا كاها اللي وحيابيها اي شركة لاتاقين يسيدة ومهيم كوهوها شركة قال فود فيا سندكو إلا أفركون إلا شامكون وقف وشركة باي مادا كودما أدوه وينا لقى مادا ومركز الدحاد و شركة وخدعي و سومالي كبير بشي أنا شركة دينا جيل وحاوصمين شركة ها سومالي ميل بوث و ستاند هاد تصويرها يو فيديو غنا وين سيندونا وين تسينا وحالو ترقالي مغا عاسدون بسر كونو شاقي سوماليا يو سومالي وحسو صار كيلا سيدي أدوينها و تسلاي مكا بيرهينا iyo kalonki iyo wax badan baan la kulanay sidoo kale Cabdiqaadir Abuukar Xasan oo ah maamulaha shirkad ka shaqeysa wax soo saarka badda oo kalunka ah ayaa sheegay caqabadaha ka haysta suuqgeynta waxyaabaha Soomaaliya ay soo saarto caqabadaha dabcan naga hor imaaday caqabadaha ugu waaweyn oo naga hor imaanaya waxa waaye shahaadooyin ma haysano quality control ma jirto waxaadi si caalami ah suuqa caalami ah ma geyn kartid ayadana fursad kale waxaan noo ah inay naga shaqeynayaan qoladan ان جيل ان نغا عاويان ان ان هلنو شادوينكي ان ان دوفي كرنو وحسوسارك ودنك ملاغيغي ان ان ادونك ميشان ربو دوفي كرنو سي فرصده شقا ان او هلنو وحسوسارك ودنكنا او كبو dowladda Mareykanka gaar ahaan safaaradda Mareykanka Soomaaliya u qaabilsan ayaa qorsheynaysa fursadaha shaqo ee laga sameyn karo wax soo saarka dalka in la gaarsiiyo in ka badan 2000 oo qof